بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع مهم بعد موضوع الشعوذة والسحر الآنف الذي ستجدونه إن شاء الله في القناة. سنتكلم عن موضوع كذلك موضوع مهم، وهو موضوع الرقية الشرعية، ممارساتها، كيف تمارس، كيف انتشرت في المجتمع، ما هي الممارسات الشرعية للرقية، وما هي الممارسات التي أصبحت دخيلة على الرقية وأصبحت تشكل فارقا في المجتمع. أستاذنا الفاضل عبد الله النهاري كان في زمن من الأزمنة يرقي الناس، له خبرة وله معرفة بخبايا هذه المسألة، وفي هذه الحلقة سنوضح الأمور كما عودناكم باختصار، وحتى يعرف الناس ما هي الرقية الشرعية وما هو الراقي الشرعي. أستاذنا الفاضل، أول سؤال يظهر لنا جليا، ما هي الرقية الشرعية؟ هذا الاسم، ما هي الرقية الشرعية وما هي مكانتها في المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير على هذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين، فكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لأحدهم إذا أصيب بوجع في بطنه أن يضع يده اليمنى على موضع الوجع والألم، فيقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات سبع مرات. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي. ما معنى يرقي؟ يدعو الله، يدعو الله. الرقية هي طلب الشفاء من الشافي، واسمه فيها، فيها طلب، والطلب بماذا يتحقق؟ بالدعاء والالتجاء والفقر، أمن يجيب المضطر للاضطرار إلى الله تعالى، حاجته إلى الشيء، ثم يلجأ إلى الله، يدعو الله. إذن فيه شكون هو؟ شكون هو؟ فيه المريض الذي يعاني، أو صاحب حاجة يريد أن تتحقق كيفما كانت، فما الذي يفعله؟ يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الله تعالى سبحانه، لأنه هو بيده خزائن حوائج الناس، هو الشافي، هو المعطي، هو المعز والمذل. ثم بعد ذلك يدعو الله. الرقية هي دعاء، وهذا الدعاء يكون أقرب إلى الاستجابة، كل من بعث من قلب موقن فالله لا يستجيب دعاء صدر من لسان قلب صاحبه غافل. ثانيا أن يلح في الدعاء. ثالثا أن لا يقول دعوت فلم يستجب لي، أن لا يستعجل. رابعا أن يختار الأوقات الفاضلة كالثلث الأخير من الليل، وفي دبر كل صلاة، وفي السجود، وعند نزول الغيث، وعند الإفطار في الصيام، وفي السفر، واستدرار أدعية من ألسنة لم تعصي الله بها: ادعوني يا أخي، ادعيني الله يشفي، ادعيني انت يا أحسبك صالحا والله حسبك، ادعيني في دار الغيب، فإن دعاء المسلم لأخي في دار الغيب مستجاب. هذه الرقية الشرعية. بارك الله فيك. لأنه البعض يريد تأميمها لنفسه. الدعاء عبادة، والعبادة صفة شكون؟ العبد، فلا يعبد المعبود إلا بالدعاء، فالدعاء هي العبادة، ولا تصح أم العبادة التي صلت إلا بالفاتحة. والفاتحة الفاتحة واسمه ثناء على الله، وذكر للعلاقة بين العبد وربه، والدعاء. هذا هو إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. الفرق ما بين الرقية الشرعية وغيرها، يعني كيف
نعرف أن هذه رقية شرعية وأن هذه رقية غير شرعية، خاصة عند الذهاب إلى الرقاة أو أولا السي محمد اسمح لي إن شاء الله تبارك وتعالى قبل أن نجيب على السؤال أقول لك الأولى من المسلم أن يرقي نفسه لأن دعاء يعني حتى ولو ذهبت عند راق فلا تترك الدعاء لأنك لو تركت الدعاء لتركت العبادة واش مش تترك الصلاة؟ الصلاة رها دعاء قال الله في الحديث القدسي على لسان نبيه في حديث رواه مسلم عن سيدنا أبي هريرة قال رسول الله يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال العبد الرحمن الرحيم الرحمن قال الله أثنى علي عبدي إذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إذا في الإنسان إذا ترك الدعاء إذا ترك الرقية ترك الدعاء وإذا ترك الدعاء واسمه ترك الصلاة ويسي ولا ما يصليش اللي ما يصليش هذا هو المشكل إذا في الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى أن يدعو إلى الله تعالى وأن يقوم بأن يرقي نفسه فإذا سبحان الله توسم الخير في عبد صالح يقول له ادعو لي ما نرقيني ادعي لي قال رسول الله لعمر لما راح لتأدية العمرة لا تنساني يا أخي من صالح دعائك فقال عمر ما وددت أن لي بها مثل حمر النعم نعم يعني هذا الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا تنساني يا أخي من صالح دعائك عندي خير من الدنيا من خلق الله يوم القيامة قال له أخي وقال لي لا تنساني من الدعاء هذا سيدنا رسول الله يقول سيدنا عمر فنحن أولى إن شاء الله أنا من يكون دير اللايف كيقولوا للناس دعي معنا الله تعالى أتعرف بعض مرضى القلوب ماذا يقولون هل هو رب اللي تقولوا دعي لنا الله لا قالك دعي لنا الله ما قالكش دعيه هو ولذلك أنا أقول لكل مسلم أدعو الله لي فإن دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب وهذا رسول الله خير من مشى على الأرض بأبي وأمي ونفسي له الفداء يقول لعمر لا تنساني من صالح دعائك وإحنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم كن وقفوا على القبر اش كنقولوا جزاك الله خيرا عن الإسلام واش انا قريت نقول جزاك الله خيرا ولكن هكذا ولذلك ان شاء الله تبارك وتعالى الفرق بين الرقية الشرعية وغيرها ان الرقية الشرعية دعاء فيها مواصفات الدعاء كلها واسمه هي ان هنالك عبد محتاج وهناك رب غني وان العبد المحتاج يظهر فقره ويرفع حاجته إلى ربه بالتضرع وبجميع شروط الدعاء المستجاب تكون تأكل الحلال ما تأكلش الحرام فإذا أكل الحرام لا ينفع رقيا لا ليأكل الحرام يغادي يداوي الناس الرق اللي يأكل الحرام ويكذب على الناس يداوي الناس كيف يستجابوا له أنه يستجابوا له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء مطعمه من حرام ملبسه من حرام مشربه من حرام وغذي من حرام أن يستجابوا لا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر إذا كان إنسان لا يأمر بالمعروف لا يستجاب لهم فاستجيبوا لي يستجيب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لهذا الشرط استجيب لله تعالى أنت تعصيه وترى المنكر ولا يتمعر وجهك وأنت ترى المنكر ولا تغار على حرمة الله وتريد من الله تعالى أن يغار عليك وأن يستجيب لك إذن فكل هذه شروط الدعاء إن شاء الله تعالى هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يرقون ولا يسترقون وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب جزاك الله خيرا هذا سؤال طيب ووجيه وأعطيني هذا السؤال مرارا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب الله 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 وكان مع النبي رجلان عكاشة بن محصن الفزاري ورجل آخر لم يسمى فسارع سيدنا فسارع سيدنا عكاشة فقال
سل الله أن أكون منهم يا رسول. قال أنت منهم. سارع إلى الخير، سبق إلى الخير. هكذا الفرص لا تتكرر سي محمد. ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى التفت الرجل وتيقظ وقال سل الله أن أكون منهم أنا يا رسول الله، هذه فرص. قالوا سبقك بها عكاش. يدخلون الجنة وجوههم كالبدر ليلة التمام، وقلوبهم وأفئدتهم كقلب إبراهيم. الله. فسكت النبي، فخاض الناس في من يكونون بجوار حجرة النبي، فارتفع الضجيج. قال المهاجرون نحن، قال الأنصار نحن، قال ابن الصحابة نحن، كل واحد. فخرج عليهم قال ما قال يا رسول الله ذكرت 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ونحن إن شاء الله تبارك ونتبارى من أجل أن نعرف من هم. فقال عليه الصلاة والسلام الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. خمسة، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى لا يرقون ولا يسترقون؟ شي واحد يقول لك إذا نحن نرقي الناس معناه إن شاء الله تبارك وتعالى نحن محرومون من الدخول، أي خرجنا من لائحة الداخلين إلى الجنة بغير حساب. هكذا يظنون إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الناس. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه واحدة. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أردت مثلا أن تعين أخاك فأعينه، يعني أخوك يحتاجك مثلا في مسألة فأعينه، وهذا من نوع العون على الخير، هذا مطلوب. ولذلك ما معنى لا يرقون ويسترقون؟ هذا خاص برقية الجاهلية كان فيها طلاسم. أما الرقية الشرعية إن شاء الله تبارك وتعالى إذا استطاع الإنسان أن يرقي أولاده من واجب أن يرقي أولاده، إذا من يكون يخرج يخاف على أولاده بالعين وبالحسد. والعجب أن الناس يؤمنون ويوقنون بأن العين تضر وأن الحسد موجود وأثره موجود ياك والسحر موجود، ولا يوقنون بأن الله حصنك وحرزك من كل هذا إذا اعتصمت به. شو اللي يسأل؟ قلة يقينه في القادر على كل شيء والمتصرف في كل شيء والذي لا يتحرك شيء إلا بإذنه ولا يؤثر إلا بإذنه. يعني هذا اللي بده كل شيء قلة يقين فيه، وهذا اللي هو مخلوق وضعيف وكذا يعتقدون أنه يفعل كل شيء ويضعون الزمام بين يديه ويتركون عبادة الله لهذا اليقين الضعيف. لا حول ولا قوة. بارك الله فيك أستاذ الفاضل. السؤال المهم الآن هو الراقي الشرعي، نعم، ما هي مقوماته؟ كيف يكون هذا الراقي؟ وكيف نفرق ما بين راق شرعي يعني يلتزم بالأمور الشرعية وما بين راق يخلط الأمور الشعوذة والسحر ويدعي أنه راق شرعي؟ وهذه الظاهرة كذلك ظاهرة منتشرة كثيرا، يعني كيف يفرق الناس؟ جزاك الله خير سي محمد، بارك الله فيكم. ولكن أنا أريد أن أقول لك أخر، هل هنالك وظيفة تسمى وظيفة راقي في العالم الإسلامي منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؟ هذه مهنة مستحدثة هذه. ولذلك السؤال، هل يجوز لي أن أمتهن مهنة الراقي وتكون مصدرا لرزقي؟ أين الإطار القانوني الذي ينظمها؟ أين المدارس التي تدرسها؟ أين شيوخها؟ أين فصولها؟ أين علومها؟ أين دراسة تأثيراتها؟ أين حدودها؟ أين ضوابطها؟ ما كاينش هذا الشيء، ما كاين. أنت لا بغيت تدير خباز تمشي لغرفة الصناعة التقليدية وتجيب شهادة يثبت لك الأمين ديال الخبازة أنك خباز ممارس لهذه المهنة، وعارف وناجح فيها ويعطيك الشهادة. الراقي شكون يعطيك الشهادة باللي أنت راقي؟ الساحة متروكة لكل الهوى سبهللا، ادخلها عبد الملك بحمارك، كل من هب ودب للمتاجرة في آلام الناس، للكذب على الناس، للدجل. ليس هنالك مهنة تسمى الراقي. عندنا الطبيب، عندنا المحامي، عندنا الأستاذ،
لكن ليست هنالك مهنة تسمى الراقي. إن وديت عندي مهنة وفتح مركز وداير كذا وجاي معي خدامة وندير اللي بغيت وأصف الدواء اللي بغيت وأشخص هكذا في السماء الهواء وأتكلم بغير أن أرتبط والعي بأساس، ما عندي حتى شيء أساس. قل هاتوا برهانكم، هذا الكلام الذي يطلق على عواهنه. ولذلك الراقي الشرعي أولا لا تكون مهنته، تكون عنده خدمته. فإذا استطعمه أخاه أطعمه، ما معنى إذا استطعمه؟ إذا احتاجه في ما يعين به أعانه. ومن جملة ما يحتاج المسلم أخاه يدعو له، يرقه يدعو له كل وضوح بكل سهولة، يدعي له يدلو يدوهاك بسم الله يذهب الباس رب الناس في هذا الشام. يقدر يديرها هو الراس ويذهب الباس رب الناس، يقدر يرفد يده في الليل يظهر فقره لله سبحانه عز وجل، لأن الله هو الشافي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ها يجيبه، ويكشف السوء كل سوء في المال في الولد، ويجعلكم خلفاء حتى الاستخلاف في الأرض والتمكين في الأرض لا بد له من الدعاء. يقول سيد ربي سبحانه عز وجل يستجيب لك، استجاب لكم أني يقول سيد ربي سبحانه عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في بدر يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استغيثون ربكم فاستجاب أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن أليست مهنة هذه الأولى؟ هو خدام سيدي، خدام ما أخا كاين الحجامة هذا كنت لها شي نهار واحد الكلام يلا ها الحجامة اللي كثر تعاود لك كذا سيدي الحجامة يبيع العشوب معليش العشوب اللي مزيانين معليش إن شاء الله ما يكذبش على الناس معليش عنده شي مهنة شريفة معليش إلا جا شي واحد أو لا صاب شي واحد في الدار أو لا ولاده يرقيهم ويدعي لهم الله تبارك معليش. لكن أنا نفتح هاد الشيء ونولي الراقي فلان الراقي العظيم قاهر الشياطين قاهر الشياطين المسميات التي أصبحت الآن الشعر طويل واللحية والكحول هذا الاتيكيت هذا النمط نتاع هذا البشر اللي راه خارج ما بقاش حتى بحال عباد الله يميز نفسه. هذا الشيء راه خص الإنسان يحضر راسه. راه الإنسان من أجل المال راه ينسى الدين ديالو. راه خصو الإنسان يحاسب نفسه ويحاسب نفسي أنا حاسب نفسي أنا. أنت قلت لي في المقدمة أنت عملت في هذا الميدان، عملت فيه حيث كانت الساعة فارقة ماشي عملت فيه. لا يعني مارس كنت أعين الناس لأن الناس كنت في منطقة من المناطق في سنة 1983 من القرن الماضي كنت في منطقة كثر فيها المشعوذون ولذلك رأيت أن من واجبي وواجب الوقت أن أقوم بفضح المشعوذين فكنت أقرأ عليهم القرآن والله تعالى يذهب ما بهم من وساوس ومن أوهام ومن شياطين وأحاول أن أركز على ترسيخ عقيدة الإيمان واليقين فيما عند الله وأن هؤلاء كذبة. هذا هو الذي كنت أعمله ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أول هي ماشي مهنة أما مواصفاته إن شاء الله أن يكون مسلما ما يكونش شرك. ثانيا أن لا يقوم بالأعمال المخلة والخارج على الشرع ما لا يختلي بالمرأة لا يلمسها يلمسها من هنا ويقولها نخرج لك من هنا لا يكذب لا يأكل أموال الناس بالباطل لا يقول شيئا لا أساس له ولا دليل له لا يصدق ما يقال له من قبل الشياطين ولذلك هو يقرأ القرآن ويدعو الله يلتزم بذلك ويسأل الله الشفاء ثم يحاول أن يطمئن المريض أنه لا شيء فيه وإذا كان مخلصا في النصيحة إذا رأى أنه يعتقد أن المرض عضوي أو عصبي فليوجهه إلى الطبيب ماشي يبقى يربطه معه 100 جلسة كل جلسة 300 درهم. بارك الله فيك السيد الفاضل. نمر في الحمد لله يعني عرفت بصفة عامة الرقية الشرعية والراقي الشرعي وشروطه. نمر الآن إلى الممارسات التي أصبحت الآن في الرقية الشرعية. أول ممارسة هي التي يكثر عليها السؤال من الناس وهي الرقية الجماعية. ما هو رأيك شيخنا الفاضل في عجلة في الرقية الجماعية؟ الرقية الجماعية لها دليل واحد.
وهي أن هذه المسألة اكتسحت المجتمع. ثانيا، صدق الناس أنفسهم أن كل شيء يصيبهم يحتاج إلى الرقية. أوهام أوهام أوهام، بحيث لا تستطيع إقناع المريض بأنه إن شاء الله مريض عصبياً أو نفسياً. كل شيء للراقي، كل شيء للراقي، كل شيء للراقي. عندي العكس الراقي، عندي الثقافة الراقي، ما قديش نخدم الراقي، خسرت في التجارة الراقي، ما نجحتش في ولدي ما نجحش في القرية الراقي، اتهرست بلا 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 بلا، نعثرت في الدرج داروني، نعثرت وطحت. وش بغيت يدير لك؟ نعثرت وطحت، ما كانش الأقدار ولا ما هذا الذي أصاب الأمة؟ وهن في العقيدة أوهن من بيت العنكبوت. ولذلك منين الراقي أصبح مشهور وكيدير الفيديوهات نتاعو، يدير المرأة يدير فيديوهات يصورهم على المرأة ويبقى يحاور ويدخلون الناس بمئات الآلاف، إشاعة الغباء، إشاعة فكر انحطاط. جاء الإسلام لتحرير العقول، أمة التوحيد، ما هذا؟ فلما كثر هؤلاء فتح مقر ومقرات في المغرب كلها ومقرات في الخارج، ويذهبون بالطائرات. تكلمت معي واحدة من الجزائر، قالت لي الراقي نتاعكم خلصتوا بالطائرة آلي روتور 12 مليون وما دار لي والو. قلت له واش انا سقسيتيني انا في الاول؟ قلت لي واش دي فلان ولا ما فلان؟ انا مالك؟ الخليج كانوا يهضروا معايا يقولوا لي بغينا الرقية. انا الخليج قول واش كنت دفشو؟ دعوا الله يقول لك ديرنا شي، شفنا شي راقي. اعوذ بالله اعوذ بالله، ارض الحرمين ارض التوحيد، اصبح اهلها هكذا يفكرون؟ الذين دمروا الاتحاد السوفيتي واسقطوا اكبر امبراطوريه، هذا هو هذا التفكير؟ هذا مساله هذه. ولذلك هذه المساله نتاع انهم فتحوا ان شاء الله المقرات وكذا، اذا غادي يديروا رقيه جماعيه 200 درهم 200 درهم والصلاه فيها 30 ولا 40. وجي 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 واحد يجي واحد يبقى هكذا، ومن بعد بالله يديروا اللي نوبوا عليهم، هو يجي غير الشاف غير يخلص، وعنده السكرتيره وتخلص. والله ان هذا لمنكر عظيم، ماشي منكر يعني في قضيه غير في الممارسه نتاع هذا العمل، فيما يؤدي اليه من وهن العقيده في الناس والكذب على الناس والدجل على الناس واكل اموال الناس. كوكتيل من الجرائم باسم القرآن، ألهذا أنزل القرآن يا أمة القرآن؟ ألهذا فتحتم هذه المراكز؟ كنت أود أن تفتح المراكز لتحفيظ القرآن، لا أن تغلق مدارس تحفيظ القرآن وتفتح هذه. لماذا لا تغلق هذه في كورونا؟ لماذا لا تغلق هذه في كورونا؟ لا، هنالك عين مغمضة. أستاذ فاضل، كذلك الممارسة الثانية وهي بيع الماء المرقي واستعمال الأعشاب وبيع الماء المرقي بأثمنة خيالية. الآن دخلنا إن شاء الله تعالى إلى ما تفعله الزوايا لتعظيم الشيخ. الشيخ التسبيح ديالو يقولوا هذا التسبيح نتاع الشيخ يباع، هذا الحريف نتاع الشيخ. هذه البدع تدخل إلى من يزعم أنه يحيي سنة الرقية. خص سيدي الماء المرقي، واش بقرأ في الماء؟ الفاتحة يقرا اي واحد المسلمي. نعم. تبقى تقرر انت تبقى تبيع لي الماء المرقي. واحد السيد جي عندي قال لي، انا كنت في التسعينات، قال لي ودي الله يخليك بغيت شي راقي انت من مراكش. فارسلت الى احد تلامذتي. نعم. مش رقاه فتلي باع له العسل كيلو تاع العسل 120,000. قلت له اعوذ بالله. قال لك راه مرقي وراه كذا. اعوذ بالله. العسل تشري ب 15,000 وتبيعه 120,000. هذاك المولد واش درت له؟ قريت فيه الفاتحه. هذا هو العسل المرقي. العسل المرقي والماء المرقي والزيت المرقي وزيت الخروع المرقي وزيت الحبه السوداء المرقي وزيت. واش بغيتوا ديروا فيه؟ أتبيعون القرآن كذبا وزورا وبهتانا؟ ألا تخافون الله؟ ألا تخافون الله يا معشر الرقاة؟ أنا واحد السيد جا هنا دار الرقية لشي واحد 3000 درهم الوحدة، أقسم بالله الذي لا إله غيره 3900 درهم في عائلة واحدة فقيرة. الظاهرة الأخرى وهي ربط الراقي، يعني يربط الراقي طبعاً 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 إذا وجد الإنسان طريقاً للاغتناء
مستغلا غفلة العوام. طبعا لماذا لا يربط النسب؟ لأن خرجهم على الارتباط بسيد ربي، قل يقينهم في الله. طبعا الحصن الذي كان يحصنهم قد سقط، أنت تفعل فيه الآن ما تشاء، أسلمت له كما قلنا على السحر، أسلمت له القيادة، هو يداويك هو يعطيك ويكذب عليك وراء فيك ذيك وراء ذلك ذيك وراء رشوا لك ليه وجابوا لك كذا، وانت راه عندك الجن الكحل والجن الأحمر والجن العاشق، هذه الجن العاشق هبلوني بها. واش الجن خلا الجن نقاد باش يتزوج بيهم؟ لأنه لا يتآلف ولا يتحقق الانسجام إلا بين المخلوقات ذات الجنس الواحد. أنت تقول لي كاين الجن يعني من عالم أخر يعشق، واش الشيء هذا الجن العاشق؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى هالقضية أنت يربطوا يربطوا، يقول له خصك أنت. واحد قال لي مشى للدار البيضاء قال له يخصك 60 جلسة. الجلسة كانت ذاك القيس 200 درهم وخصو ما عندوش فين يكون، يكري شهرين في الأوتيل. ضرب لها أنت 300 درهم تاع الكرية ولا 200 درهم تاع الكرية في الأخر مش عارف. فرحنا غادي كنت تمشي كاع عند الطبيب كاع وتدخل ما شاء الله. أنا الكلام هنا يتوقف والسلام عليكم. التصرف الخامس هو نحكي لك يا مسكين السيد ما كانش يعرف يقرأ القرآن والله القسم أقسم بالله. قال دار رقية صباح يتمشى في الكاتكات ثلاث شهور الكاتكات أصعب الكاتكات وقرأ كي يتمشى من على ميكا الله يزيد لهم، ولكن في الحلال يا صاحبي. لهذا يا أستاذ الفاضل سأسألك عن الرقية والمال. يعني الرقية والمال هذا الباب الذي أصبح تزل فيه الكثير من الأقدام. جزاك الله. الرقية هنا إن شاء الله تبارك على الزيادة على ما قلنا إن شاء الله بضوابطها، هنالك منزلقان خطيران زيادة على كل شيء الكذب. منزلق خطيران المنزلق الأول النساء دخول واو لذلك شتو على تعبر كان الزينة هاي ما سهل يقول لها إن شاء الله باش تزوجي وكذا. أنا جات عندي أستاذة ما تخليه صح ما أشي كثير بزاف ماشي ما بقاش السيد الزوج دا زوجته لراقي وجات عندي وقالت لي خرجوا وضاجعني. واش نقول لها الراجلي ولا ما نقولهاش؟ وزاد كيقول لها راكي ملي مشيتي عند الراقي راكي وليتي مزيان غادي نردك عنده وانا احترق في الداخل. تقول اش صعب هذا؟ شوف هذا الراجل هذا هذا الراجل اللي كيدي الزوجه ديالو كيرميها للراقي ويبلع عليها الباب. ما فهمتش انا هذا الشيء هذا واش هذا الشيء هذا؟ رئيسة ماشي ملك لا تجوز الخلوة ابدا. اما كيفية يمسها ويديرها ما شاء الله وكل يضرب هنا واش الشيء هذا واش الشيء هذا؟ ما حلو. والثاني هو المال. المال يا اخي بدون ضوابط ولا تحديد. كان اللي يطلب 7000 درهم، كان اللي يطلب العملية فيها 10000 درهم، كان اللي يطلب 15000 درهم، كان اللي يطلب 30000 درهم. حبيبي فين رحنا؟ يعني المسألة البسيطة 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 اللي يحشموا بك. كما صاحبي مشى عند صاحبه كان من قبل ما يدير الرقية بدا له زوجته عطى له 200 درهم قال له ما خصوش يشوفوها الناس ما خصوش غير انت غير صاحبي ما 200 درهم ما نقدموش. قال لك تعجبت هذا صاحب لا حول ولا قوة الا بالله. قال لك كيشوفك عندك يشوفك راه 200 درهم ما نديرش بها انا غير مين انت صاحبي وكذا روح على هذيك 200 درهم وراه. ايوا صاحبك خليه بلا كذلك الضرب في الرقية لا حول ولا قوة يا اخي. واش الانسان فيه 100 كيلو ويقطع على كرش المرأة باش يقتلها؟ راه كاين اللي قتلوه ما صعب. لا يجوز هذه المسألة تاع الضرب. مش تعرف شكون لك تضرب ولا؟ قال كان يضرب الجن. ما الذي تفعله يا اخي؟ ما هذا الجهل؟ لماذا تضرب؟ كاين اللي يجيب الصوت، كاين اللي يجيب العبود، كاين اللي يبقى يضرب الوجه، كاين اللي وش الشيء هذا؟ هذا حرام هذا العمل، هذا تصرف حرام. كاين اللي كيحرق يجيب ذاك ويحرق يقول له حرقك وهو لا يعذب بالنار الى رب النار. كم من المآسي وقعت والعياذ بالله.
المرأة ما فيها والو تزقي ويقول له خرج. شكون هو اللي يخرج؟ شكون اللي يخرج؟ ما فيها والو، اخرج لامك وكذا. لا، وهي تقول له ودي راني انا فايقه، اخرج لامك. اننا ننتج الجهل والتخلف والغباء. لذلك في التالي نقولوا لماذا يعني سلط علينا الاعداء؟ وهذا هو تكييف وتحديث لما يقع عند قبور الاولياء وعند شيوخ طرق ضالة وعند الأماكن اللي تكثر فيها البدع. البدع نتاعنا لبسنا لها العمامة، بدعونا وحيالونا لأكل أموال الناس والكذب والدجل، هالمرة درناها باسم الدين. أنا لا أتهم شخصا بعينه، هنالك رقاة يخافون الله. هذا رقاة يخافون الله، كاين ولا ما كاين؟ يخافون الله، يقومون من يجيهم شي حد ولا يلتزمون بالضوابط الشرعية، يدعون الله تعالى لهم ويسألون الله تعالى يعجل بشفائهم ويطمئنونهم ويدعونهم إلى التزام الدين وأن خلاص المسلم في الدنيا والآخرة ونجاته وعلاجه وشفاه ارتباط بالله تبارك وتعالى، خاصة هذا الأمراض اللي كتسمى أمراض السالك ده، ولا كان شي أمراض أخرى عضوية يمشي للطبيب الشركات ورم ينصحون الناس وجزاهم الله خيرا. وانا ان شاء الله تبارك وتعالى احيي هذه الفئه، لكن لما دايرهاش ما دايرتهاش مهنه؟ لما دايرهاش مهنه؟ اللي دايرها مهنه لن يثبت الا القليل الا ما ثبته الله. كذلك استاذ الفاضل، الكلام الكثير مع المتلبس، يعني ان يسولوا فين، فوقاش جيت، فوقاش دخلت، فوقاش كذا، والطامة الكبرى التي تقع ويقع بها تفريق الأسرة كما ذكرنا من قبل، هو أن الشيطان عندما يتكلم يقول أن فلانة عمتك، خالتك، عمك كذا كذا، يعني هو اللي دار هذا الشيء، هو اللي فيصدق ويؤكد الراقي أن فلانة هي فاعلة هذا السحر أو هذا. وتمنيت لو أن هذا الحوار كان محصور بين جدران القاعة التي قام فيها بهذا الرقية. نعم. هاي صوروه يا صاحب. نعم، هذا هو الإشكال. هاي صوروه ينشروه، يصوروه يديروا فيديو في فيسبوك وفيديو في القناة واللي يدخل به راجع الشيء هذا. نعم. من الذي سمح لك أن تصور بنات الناس في هذه الوضعية وهي مسكينة ترمي روحها وتضرب رجليها وكذا؟ وش الشيء يا صاحبي؟ اتقوا الله. وش الشيء؟ وش المعاناة نتاع الناس نتاجروا فيها؟ أن يتاجروا في آلام الناس؟ أية قلوب هذه التي تسمح لأصحابها أن يتاجروا في الآلام؟ والإشكال ما عندهم حتى شي دليل ولا باللي هاد التصوير أنه مثلا يقول لك كنشر العلم ولا كذا. علاش من علم هذا؟ هكا الشيء كاين اللي كيقول لا، الشرط اللي كيشرط عليهم خصني نصور. نعم. هو يشرط. نعم، يشترط. فين راه العقد اللي بينك، التراضي بينك وبين اللي كتعقد مع الصفقة حتى في البيع والشراء؟ العقود، العقود إنما تتم بالتراضي بين المتعاقدين. هي راه ما بغياش، او لا هي مسكينه ما عارفاش، وانت تستغل والعياذ بالله اما جهلها واما عدم معرفتها واما المها ومعاناتها. مسكينه ما فيهوش حال، وهي تجي ويتمنى تلاقاك وداك الشيء حسب لها غادي تداويها، وفي التالي تبقى تصورها وتفرض عليها باش تصورها. ثم هذا الحوار الطويل، شكون انت ومنين جيت واسمو بغيت وكذا، اش باش بس يقول لك لا تتمنوا لقاء العدو. هذا الخلاف اللي كاين في الناس، واش كاين التلبس، واش الجن يقدر، هذا خلاف بين هذا الناس، وحنا لا 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 ناخذ فيه ونجاريهم في هذه المساله. بغيت تدير حوار، بغيت تدير حوار، ما الذي دفعك لكي تكون في هذه كذا؟ السلام عليكم. انت عندك عالم اخر، عليك ان تذهب لعباده ربك، فالثقلان مطالبا بعباده الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما تبقى تسقسي شكون دار له هذا، والناس تسمع وتحل وتبقى تشوف فيك واحد تشوفه نتاع الاعجاب، وانت غادي تصب بابا بالنشوه وكذا وكذا، وراه فلانه دارت وفلانه دارت، وتمشي انت تؤكد هذا ليه؟ انت ولات جندي من جنود ابليس. الم يجد الشيطان ساعي للبريد توزع فيه رسائل التفريق بين المسلمين الا ان زعموا بالقران، بسميه القران وبسميه الدواء؟ اللي عمره كان الدواء يفرق؟ انت كتستعمل دواء كيفرق الامه؟ شو الضرر قداش؟ وهذو الشياطين يكذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم رجعت الى الحديث انهم حتى ملي كانوا يسترقون السماء
وأحال الله بينهم وبين الاستراق في السماء. كان يختفوا على الكلمة واحد يعطيها الواحد وخل خري يضربوا الشوب ويجي فيلقيها في وذن الساحر فيخلطها الساحر بمئة كذبة فيصدقها يصدق هذيك الأخرى ويخلي مئة كذبة. واحد نختموا بمسألة معروفة كثيرا بعض الناس الآن كيسمع الراقي الكلام دياله كيأخذه كأنه حين منزل يقولوا الراقي مارك منسوس ولا مسحور إلى غير ذلك وحتى أنه لا يستطيع أن يخرج من تلك الدائرة. يعني يقول لك راه مشيت عند فلان معروف وقال له راك مسحور إذا أنا مسحور ولا قال له راك معيون إذا أنا معيون. ما هي النصيحة ديالك لهاد الناس رغم أن الكثير منهم على الأغلب عندهم مشاكل اجتماعية كما أنفنا عندهم مشاكل دراسة في العمل إلى غير ذلك. فما هو توجيهكم لهذه الفئة ديال الناس اللي كتصدق هذا الأمر كأنه يعني وحي منزل من السماء؟ وهذا الذي يزيد في غرور هؤلاء والاستمرار في غيهم لأنهم وجدوا الناس يصدقونهم ويلبون مطالبهم لا في الفلوس لا في كل شيء ويحترمونهم ويحترمون مواعيدهم ولا قال له عندك 100 حصة يدير 100 حصة 100 حصة يدير 100 حصة وهذا يزيد في غيهم. ولذلك تصدق هؤلاء تصدقهم في ماذا؟ لو كنا نصدق القرآن وحديث رسول الله كما نصدق هؤلاء لكنا نمشي على الماء. ما الذي يملكه هذا حتى تصدقه في كل شيء؟ مسحور وكذا وكذا. أي دليل؟ أعطيني دليل ملموس ملموس. احنا أرانا دليل أرانا الدليل ملموس من اللي أنت مسحور. أغلب هؤلاء عندهم مرض إما الصرع، الصرع راه عنده إن شاء الله تبارك وتعالى، عنده 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 حتى هو عنده حتى هو إن شاء الله تبقى أعراض. أعراض، المس عنده أعراض، وعنده علاج كيماوي، وعنده علاج بالصدمات الكهربائية، والمختصون الذين سقطت أسنانهم وهم يتتبعون هذا الفن من العلوم، راه عندهم ما يقولوا. أن ألغي كل هذا. هنالك أمراض عصبية، انهيار عصبي، هنالك مشاكل اجتماعية تقهر الإنسان. هنالك مرض الكآبة، هنالك مرض أمراض عقلية. هذه كلها موجودة لأن هذا الإنسان خلقه الله تعالى بهذا التكوين العجيب. فأيما جانب من جوانب النفسية الإنسانية أو الشخصية الإنسانية يصاب إلا ويؤثر على الجوانب الأخرى. فالنفسي يؤثر على العضوي، والعضوي يؤثر على العقلي، والعقلي يؤثر على العصبي، والعصبي يؤثر على هكذا. يعني إنسان هو هكذا متكامل. هو كما قال سيدي ربي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إنه التوازن. وفي أنفسكم أفلا تبصروا. ويجي السيد يريد أن يجمع ويختزل معاناة الناس ولم كله فيما في السحر. والله إن هذا منكر. هو إلغاء حتى العلم. يعني هو دعوة لمن دعوة لمن دعوة للجهيل الناس باش يبقى غير هو يخدم في المركز تاعو. راه مشاو الناس للطبيب وعياهم يديروا كذا وراه ما بروح حتى مشاو عند راه ما يقولوها الناس. راه خسر معناته شحال كذا وراه جاف ذا وراه صاب غير شي حاجه كذا غير شي حاجه غير قرا عليه شي حاجه وعطى غير شي مشروب ولا عطى غير شي عشبه وراه برا. انتم تدعون والعياذ بالله. الا كانت صدقت لكم بالصدفه شي نهار هذا راه لا يعتمد عليه ولا يعتد. إلا صدقت لك شي مرة أنت آثم. من صدقت لك فأنت آثم. علاش؟ لأن القزار إلا مشى دار عملية لواحد السيد ونجحته يدوه للحبس لأن ليس له العلم الأهلية. فأنت تتكلم بغير علم وتستعمل هذه الأمور والعياذ بالله بغير معرفة خصوصياتها. نعم. بارك الله فيك أستاذ الفاضل. أسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن يحفظك وييسر أمرك. إن شاء الله ستكون هذه الحلقة حول الرقية بعد حلقة الشعوذة. أسأل الله تعالى أن ينفع بها وييسر الأمور. السلام عليكم. إذا سمحت إن شاء الله توجيه ادعوا الله أيقنوا في الله. شوف سيدي وإذا كنتم مرضى فاذهبوا إلى المختصين إن شاء الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خير. سيدي محمد صلى الله على حبيبنا. الحمد لله رب العالمين.